هذا الصاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل. حمولته لم تقتصر على مواد متفجرة فحسب، بل على تاريخ من العداء بين طهران وتل أبيب، عداء كان في الظل تارة وبالوكالة تارة أخرى. أما اليوم فيتكرس بضربات متبادلة أمام أنهار العالم أجمع. محطات العداء بين إسرائيل وإيران بدأت بحلول عام 79 بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة في إيران، ومن حينها أعلنت طهران عداوتها لإسرائيل، والتي تعمقت بشدة عام 82 عندما أقدم الحرس الثوري الإيراني على تأسيس جماعة حزب الله في لبنان. بعدها بعام نمت مخالب حزب الله وبدأ بتنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الإسرائيلية. وفي مطلع التسعينيات اتهمت الأرجنتين وإسرائيل وإيران وحزب الله بالمسؤولية عن تفجيرين انتحاريين استهدفا سفارة إسرائيل في بوينتس إيريس عام 1992 والمركز اليهودي في المدينة عام 1994، لكن طهران والحزب نفيا مسؤوليتهما. وفي عام 2002 كانت بداية الحديث عن طموح إيران بامتلاك سلاح نووي رغم نفي طهران. وقتها أثيرت المخاوف الشديدة لدى تل أبيب، وبدأت التعامل مع طهران على أن المواجهة معها قادمة لا محالة بحسب خبراء. ثم في عام 2006 وقعت أشرس معركة بين إسرائيل ووكيل إيران بالمنطقة حزب الله اللبناني. لحق ذلك في عام 2010 هجوم إلكتروني إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية. بعدها بعامين قتل عالم نووي إيراني وحملت طهران المسؤولية لتل أبيب. وفي عام 2018 قصفت إسرائيل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، وبعدها بعامين أيضاً قتل قاسم سليماني بصواريخ أمريكية ورحبت إسرائيل بتلك الواقعة. وبعدها قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وتم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل رضا زاهدي القيادي بالحرس الثوري الإيراني. وأخيراً ما نشاهده اليوم من تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران التي تثير المخاوف من دخول المنطقة في حرب إقليمية شاملة.